مشاهدينا، حتى ستينيات القرن الماضي كانت هناك حالة إجماع من الحاخامات على حرمة صلاة اليهود في المسجد الأقصى، ولكن بعد دخول الفكر القومي على الحريديم أي المتدينين، بدأت مرجعيات يهودية استيطانية تذهب تدريجيا باتجاه إجازة اقتحام المسجد الأقصى وصولا إلى العام 1996 حين خرجت فتوى دينية من حاخامات يهود بإجازة اقتحامه. وجاء اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عام 2000 ليشعل الانتفاضة الثانية ويفتح الباب أمام منهجية اتبعها الاحتلال لتنظيم الاقتحامات على شكل مجموعات متتالية يوميا بحجة أداء صلوات تلمودية تستمر دقائق ثم الخروج. ولجعل فكرة الاقتحام أمرا اعتياديا، عملت إسرائيل على فرض ما يعرف بالتقسيم الزمني والمكاني للحرم القدسي. ينضم إلينا من القدس دكتور علي الأعور، مختص في الشأن الإسرائيلي، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. دكتور علي، أهلا بك. إذن التصعيد من الجانب الإسرائيلي، انتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، اعتقال أكثر من 400 معتكف في المسجد، لماذا هذا التصعيد الآن من إسرائيل؟ ماذا تريد إسرائيل؟ نعم، أسعد الله مساءكم من القدس المحتلة. بتقديري ما قامت به اليوم الشرطة الإسرائيلية وبقرار من الحكومة الإسرائيلية وقرار من وزير الأمن القومي بن غفير، بتقديري هذه سياسة الآن تم الاتفاق عليها والمصادق عليها من قبل نتنياهو من أجل إرضاء بن غفير وسموتريتش للبقاء في الحكومة والإبقاء على الائتلاف الحكومي، لأن نتنياهو في الأسبوع الماضي مني بهزيمة سياسية واضحة أمام المعارضة التي تمكنت من حشد أكثر من نصف مليون إسرائيلي وقالت لا لنتنياهو لا لخطة إصلاح القضاء، وكان قرار نتنياهو عمل على ربما وقف خطة إصلاح القضاء، وبالتالي خضع لمطالب المحتجين لأنه كان يعلم تماما بأن هناك ربما أمور تحدث وتكون خطيرة جدا على إسرائيل. ولكن بن غفير هدد بالاستقالة، هدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، ياريف لافين هدد بالاستقالة، ولكن تمكن نتنياهو من احتواء كلهم أي الوزراء وأعضاء كنيست. ولكن كان الثمن الذي قدمه نتنياهو إلى بن غفير هو السماح لبن غفير باقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وقدسية هذا الشهر الفضيل وأيضا قدسية المسجد الأقصى المبارك لدى المسلمين والفلسطينيين. وبالتالي نتنياهو قدم هدية إلى بن غفير من أجل ربما تمرير قرار وقف أو تعطيل خطة إصلاح القضاء. بكل الأحوال ما جرى اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وكنت شاهد عيان على ما حدث اليوم سواء بطرد المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك أو بعد صلاة الفجر، كان هناك ضرب للمصلين، اعتقالات بالقوة، وكان هناك أيضا اعتقال للمرابطات أي للنساء الفلسطينيات المرابطات، وكان أيضا هناك أكثر من عشرات الجرحى. بكل الأحوال هذه سياسة ممنهجة اتبعها بن غفير من أجل فرض أمر واقع جديد، وهو تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. والخطير أيضا أن هؤلاء الجماعات اليهودية التي دخلت اليوم إلى المسجد الأقصى كانت عندما تصل إلى باب الرحمة كانت تؤدي الصلوات التلمودية، وهذا باعتقادي تطور ربما تشهد مزيد من التصعيد والأيام القادمة، وخصوصا يوم غد أيضا يشهد عيد، اليوم هو عشية عيد الفصح اليهودي وغدا يكون أيضا يوم عيد الفصح اليهودي، وبالتالي ربما الأيام القادمة تحمل مزيد من التصعيد ليس في المسجد الأقصى فقط وإنما في كل الضفة الغربية، على اعتبار أن المسجد الأقصى المبارك هو مركز الصراع. المسجد الأقصى المبارك هو ربما كان دائما وأبدا هو الذي يحرك كل المسجد الأقصى المبارك قدسيته، هو الذي يوحد الساحات في غزة وجنين ورفح والمثلث وحيفا ويافا والجليل. نعم، طيب هذه الانتهاكات التي جدت في المسجد الأقصى المبارك هل ستكفي لخدمة بنيامين نتنياهو سياسيا، خاصة وأن سموتريتش يدعو حكومة نتنياهو إلى إعادة تفعيل عملية الدرع اثنان في الضفة الغربية؟
أولا ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لا يمكن عزله عما جرى ويجري أيضا في الضفة الغربية. شاهدنا كيف كان الأسبوع الماضي وربما الشهر الماضي، كانت هناك عمليات ربما ضد المستوطنين، وكانت أيضا هناك قتل في جنين وأكثر من 30 شهيد في جنين ونابلس لوحدها. وبالتالي هذه مرحلة التصعيد، نتنياهو الآن يريد أن يصدر أزمته إلى المسجد الأقصى المبارك، سموتريتش يريد أيضا أن ربما يريد أيضا السيطرة على الضفة الغربية، يريد ضم الضفة الغربية بالقوة، يريد نكبة ثانية للشعب الفلسطيني. ولكن أنا بتقديري ما تم اليوم وأمس، حشود كبيرة من المصلين، الجمعة الماضية كان 250,000 مصلي فلسطيني كانوا في المسجد الأقصى المبارك، حماة المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي أنا بتقديري أن ربما هناك يكون منزلق وكرة الثلج ربما تتدحور أكثر فأكثر، وبالتالي تكون هناك انتفاضة شعبية عارمة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي أيضا في الداخل المحتل. وبالتالي سموتريتش وبن غفير لا يعون تماما ربما خطورة تصريحاتهم التي جاءت بها. بن غفير يدعو إلى الاغتيالات وسموتريتش يدعو إلى صور واقعي آخر في الضفة الغربية. ولكن أنا بتقديري أن الأمور سوف تأخذ ربما تصعيد وملحة خطير أكبر بكثير مما يتصوره أو يتوقعه. خاصة تصريح بن غفير في ودعوته لتفعيل سياسة الاغتيال الإسرائيلية، ماذا يعني بذلك وكيف ممكن أن يكون الرد الفلسطيني على هذه الدعوة؟ يعني أنا بتقديري بن غفير ما زال ربما يلعب لعبة التيك توك، أو ما زال يستخدم الاستهلاك المحلي والإعلامي حتى يرضي الناس الذين انتخبوه أو يرضي ناخبيه أو يرضي جمهوره. ولكن بن غفير يعلم تماما أنه هو ليس صاحب القرار في الاغتيالات. الاغتيالات ربما أيضا لها تداعيات خطيرة جدا على المشهد السياسي والأمني والاستراتيجي. عندما يتم اغتيال شخصية سياسية فلسطينية سواء كانت من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، بن غفير لا يعلم تداعيات هذه عملية الاغتيال. هذه من جانب. من جانب آخر، أين قرار الاغتيال؟ يحتاج إلى قرار من رئيس الأركان ووزير الدفاع ومصادقة نتنياهو رئيس الحكومة. وبالتالي بن غفير هو يصرح تصريحات في الهواء وهو يعلم جيدا أن تصريحاته لا يمكن أن تكون بمحمل الجد، لأنه ليس صاحب قرار. وقرار الاغتيالات يحتاج إلى سبب مقنع، سبب ربما حجة كبيرة تقنع الرأي العام الإسرائيلي. لأن اغتيال شخصية فلسطينية سواء في حركة حماس أو الجهاد الإسلامي سيكون هناك حرب ربما كبيرة جدا في الجبهة مع قطاع غزة، وتبدأ حرب الصواريخ وما إلى ذلك. وبالتالي لا يستطيع بن غفير. ولكن اسمحي لي في إشارة إلى هناك نقطة مهمة للاقتحامات التي تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة. الجماعات اليهودية المتطرفة الآن هي لديها فقط أهداف سياسية، أجندة سياسية، ليس أكثر من ذلك. الحاخام عوفاديا يوسف قام بتقديم هلخاء، أي بمعنى ربما فتوى إن صح التعبير، قال تحريم اليهود، تحريم دخول اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك. حركة شاس بأكملها تحرم دخول اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي المفاهيم الدينية التوراتية التي ربما هنا وهناك يقوم بنشرها بن غفير وغليك وسموتريتش، هذه المفاهيم الدينية لا أساس لها في الدين اليهودي. حتى بناء جبل الهيكل وربما عودة المشيح وما إلى ذلك، هذه كلها أمور ربما توراتية هو يتكفل بها الرب وليس بن غفير وسموتريتش، لأنها بعيدة كل البعد عن لتاريخ الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الأعور، مختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا.